مساء الخير على حضراتكم أعزائي المشاهدين، وأسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدل حكاية 2. تحية موصولة أيضا لزملاء الجنود المجهولين من خلف الكاميرات، فالتحية موصولة أيضا لزميلي أسر عطلة اللي هيكون موجود مع حضراتكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، قبل ما نتكلم في أي حكاية، قبل ما ندخل في أي موضوع، فبنوجه من هنا من أسرة برنامج بدل حكاية 2 كل تحياتنا وكل تقديرنا وكل توقيرنا وكل تهانينا للشعب المصري العظيم ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور السنة الثامنة على ذكرى ثورة 30 يونيو 30/6، الثورة العظيمة اللي استطاع من خلالها الشعب المصري أنه يسترد هويته مرة ثانية من جماعة مصنفة إرهابيا أصبحت محظورة دوليا. يوم 30/6 هيفضل أيقونة، هنفضل من خلاله نفتكر أن الشعب المصري قادر دايما أنه يقف ضد كل التحديات وقادر أنه يواجه كل الصعاب وقادر أنه يواجه كل الأعداء، سواء كانت الأعداء في الخارج أو سواء كانت الأعداء في الداخل. هسيب حضراتكم مع أغنية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شعب واحد، وهرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. حلقتنا النهاردة هتكون عبارة عن فقرتين. أول فقرة هنتكلم عن آخر الأخبار اللي كانت موجودة على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية. في الفقرة التانية هنتكلم عن موضوع خاص بالتربية والتعليم ودور المدارس في رعاية وتنمية المواهب لدى الطلاب. خلونا نستعرض مع حضراتكم أول خبر وأول حكاية بعنوان مشروع حياة كريمة. المشروع حياة كريمة اللي أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي أثناء تواجده في منطقة الهيكسب العسكرية أثناء اصطفاف كل المعدات والآلات الهندسية للجيش المصري وللشركات الوطنية المخلصة الشريفة. أعلن سيادته أن المشروع هيستهدف 52 مركز على مستوى الجمهورية، يعني احنا حضرتكم بنتكلم عن 1500 قرية. وأوضح سيادته أيضا مش هيكون قاصر فقط على 1500 قرية، بل هيشمل النجوع والعزب التابعة لهذه القرى. أعلن سيادته أن التكلفة المالية المبدئية لهذا المشروع تم وضعها بقدر 450 مليار جنيه، ولكن بعد اجتماع الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بالأمر تم وضع التكلفة المالية للمشروع كاملا 600 مليار جنيه. أعلن سيادته أيضا أن المشروع هيتم على 3 مراحل، كل سنة مرحلة، كل مرحلة هتكلف 200 مليار جنيه. أيضا أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع بيستهدف القرى الموجودة في الريف المصري من ناحية المنشآت التعليمية، المنشآت الصحية، صرف صحي، الغاز الطبيعي، البنية التحتية بشكل عام. أعلن أيضا سيادته أن هذا المشروع فرصة عظيمة أمام المصانع المصرية أنها تقدم أجود منتج ليكون منافس في السوق المصري. أعلن سيادته أيضا أخيرا أنه بيلتمس من الشعب المصري الموجود في المناطق الريفية أنه يتعاون مع الجهات المعنية في هذا المشروع حتى يتم إنجازه في الفترة المحددة ليه اللي هو الفترة اللي هي 3 سنوات. دي حكايتنا الأولى، كل أمنياتنا بالتوفيق للجهات المعنية المشاركة في هذا المشروع العظيم. أما حكايتنا الثانية فسبحان الله من يوم ما بدأنا البرنامج مع حضراتكم كل حكاية بنتكلم فيها بيستجد فيها جديد. يعني حضراتكم تتذكروا آخر مرة تكلمنا عن موضوع الأثار بين النائب العام المصري استرد 114 قطعة أثرية، استجد جديد كمان خاصة أن احنا دعينا للدولة المصرية أنها تحجم من يعني مروجي التفتيش عن الأثار والتنقيب عن الأثار. الخبر اللي عندنا أنه تم القبض على النائب علاء حسنين النائب السابق بمجلس الشعب المصري بتهمة التنقيب عن الأثار، وكان معه أكثر من 200 قطعة أثرية. الجديد في الموضوع على رأي المثل بقول لك ياما في الجراب يا حاوي. أخو النائب علاء حسنين أعلن أن في رجل أعمال مصري مشهور كان بيدعم هذا النائب السابق في عمليات التنقيب بملايين الجنيهات. الشخص ده طبعا حضراتكم تعرفوه هو الدكتور حسن راتب. الخبر ده فيه شق يعني مؤسف وشق أيضا مفرح. الشق المؤسف أن دايما كنا نشاهد الدكتور حسن راتب في وجهة مشرفة للبلد وملتقى ثقافي مع الأدباء والعلماء، ولكن الوجه المشرق في هذا الموضوع أنه خلي بالك الرسالة دي لكل حد في مصر، ما فيش حد فوق القانون. فتحياتنا لرجال الداخلية المصرية وتحياتنا للنيابة العامة إنها بتساوي بين الجميع أثناء تطبيق القانون، ودايما يكون في نجاحات أكبر وأكثر في مجال الأثار. وياما في ناس كثيرة في البلد اغتنت بسبب الأثار، ولكن النيابة العامة أصبحت لهم بالمرصاد. أعزائي المشاهدين بكده نكون انتهينا من حكايتنا الثانية، وإن شاء الله في الفقرة الثانية هنتكلم عن دور المدارس في دعم ورعاية المواهب لدى الطلاب. أرجوكم خلوكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج بدل حكاية 2.
أعزائي المشاهدين، في الفقرة الثانية هنتكلم عن دور المدارس في رعاية وتنمية المواهب لدى الطلاب. عندنا في الفقرة الثانية حكايتين جمال جدا. خلوني في البداية أرحب بضيوفي العزاز على قلبي جدا، بداية من آلاء السيد الشوادفي الطالبة. أهلا بك يا آلاء. أهلا بحضرتك. آلاء السيد الشوادفي موهبة في الغناء، طالبة في الصف الثاني الثانوي، وأيضا معايا طالب في الصف الثالث الإعدادي عمر خليفة موهبة في الإنشاد. أهلا بك عمر. أهلا بك أستاذ محمد. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. الطريق كان صعب ولا؟ الحمد لله عدينا. كله تمام يعني؟ الحمد لله. تمام. هرجع ليك يا لا، كلميني الأول، من إمتى بدأت تلاحظي إن أنت صوتك مميز في الغناء؟ وأنا في خمسة ابتدائي. وأنت في خمسة ابتدائي يعني من سن صغير؟ أه. طيب هل في حد معين من أسرة، من الأقارب، من الجيران، من الأصدقاء قال لي خلي بالك يا لا أنت صوتك مميز في الغناء؟ ماما وبابا وأصحابي والمدرسين. يعني واضح إن كل الناس قالوا لك كده يعني، كان في إجماع إن صوتك كويس يعني. أيوه. طيب لا احنا طبعا لو شاهدت الفقره الاولى كنا بنتكلم عن ثوره 30/6 ويعني حاجه وطنيه، فمش ممكن يعني تغني لنا اغنيه بمناسبه الثوره، ثوره 30/6 اغنيه وطنيه يعني؟ ممكن اغني نحب من غيرها لاحمد جمال. احمد جمال صوت مميز، وانت ان شاء الله تكون صوت مميز زيه باذن الله. اتفضلي. ما فيش في الدنيا اغلى من الوطن، ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصري الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من الوطن، ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصري الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايله في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايله في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي، في كل مكان بروح يقولوا مصر رفع راسي، عاشق ارضك سماك وحبي ليك ده شيء اساسي. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي، في كل مكان بروح يقولوا مصر رفع راسي، عاشق ارضك سماك وحبي ليك ده شيء اساسي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايله في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايله في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. ايه الجمال والحلاوه دي؟ شكرا. لا بصراحه حاجه رائعه جدا يعني. صحيح هنحب مين غيرها، واحنا لينا مين غيرها اصلا يعني. خلونا نتوجه تاني لعمر خليفه. عمر برحب بيك مره تانيه. اهلا بحضرتك. وبرضه هسالك نفس السؤال اللي سالته لعلاء، من امتى بدات تلاحظ ان صوتك مميز في الانشاد؟ يعني تقريبا كده من حوالي 10 سنين كده تقريبا. حوالي 10 سنين. طيب ممكن برضه تقول لي مين اكتر واحد او اول واحد نبهك، سواء من اقربائك او جيرانك، خلي بالك يا عمر انت صوتك مميز في الانشاد والابتهالات؟ والله انا برضو يعني اكتشفت نفسي في الاول، بس بعد كده في يعني عمي محمد هو شجعني على كده. شغال ايه عمك محمد؟ هو قارئ في القران الكريم. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بالفطره يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عايزين نسمع حاجه بقى. طب ماشي اتفضل. طيب ساعديني يا لا اتفضل. طبعا هنسمع ابتهال المبتهل الرائع محمد عبد القادر ابو سريع في انشودته المعروفه والمشهوره في يا امينه بشراكي. اتفضل. يا امينه بشراكي سبحان من اعطاكي،
يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وعجب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك وعجب لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالغنى يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري من غردا هذا نبي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي عن النبي المنتظر شق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكملي يا آمنة تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحاجب مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل بأجر الجنة برغم من عداك النبي صلوا عليه صلي ربي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك يا ابني، ايه الجمال والابداع ده. شكرا لك. لا حقيقي ربنا يبارك فيك وان شاء الله تكون دايما من اهل القران ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، علشان نقف على الموضوع اكتر ونشوف المدرسه ازاي بتساعد في تنميه ورعايه المواهب، معانا ومع حضراتكم مس عزه جلال وكيله مدرسه الشهيد احمد شوتفي الاعداديه بفاقوس شرقيه. اهلا بيك يا استاذتنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية بنرحب بحضرتك في برنامجكم بدل حكاية اتنين. أهلا وسهلا بحضرتك منورين الدنيا كلها. ده نور حضرتك، ربنا يخليك تسلمي. أول سؤال عندنا لحضرتك، ما دور المدرسة أو كيف تساعد المدرسة على رعاية وتنمية المواهب لدى الطلاب؟ بداية كده إن المدرسة بتاعتنا اسمها مدرسة الشهيد أحمد الشوتفي الإعدادية بكفر شاويس. كفر شاويس دي قرية تبع مركز فاقوس محافظة الشرقية. والمدرسة ليها هدف مهم جدا إن هي تهتم بالعملية التعليمية جنبا إلى جنب مع الإيه الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب وهكذا. فإحنا طبعا بتبقى صعوبة شوية فيهم في سنة أولى إعدادي لأن هم اللي داخلين لسه عايزين نكتشفهم. فإحنا بنعلن في المدرسة ونعلن في لوح الإعلانات على إيه أي موهبة، حد عنده موهبة جديدة إن هو يتوجه للمكتب الأخصائي. الأخصائي طبعا إيه فيها تروح تسجل أسمائها
وفي ناس ثانيه بتبقى مثلا بيمنحها الخجل او مش عايزه تشارك او كده، او عايزه تشجيع كفايه عشان تظهر. فده دورنا بقى في الفصول، ان المدرس بنوصيه لو اكتشف اي موهبه في اي مجال مختلف، سواء كانت القاء شعر، قراءه قران، اي حد صوته مميز. طبعا ايه دي بالنسبه لايه للمواهب الايه المنتشره حاليا، ان هو ايه بيبلغنا باسمه واحنا بنتواصل معاه. طبعا ايه الاسماء بتتكتب عند الاخصائي. ليه الاخصائي بالذات؟ لانه هو عنده سجل خاص اسمه سجل الموهوبين، وهو اصلا مسؤول الموهوبين الاول في المدرسه. احنا بنتواصل معاه وبنعمل لجنه ان ايه بنلتقي بالمواهب دول، وبنعمل لهم زي مسابقه كده، بنسمع كل واحد في مجاله، وبعد كده ان احنا بنبدا ان ايه نشاركهم بقى داخل المدرسه وخارجها. داخل المدرسه ان احنا عن طريق الاذاعه المدرسيه، ان احنا بنقسمهم كده كل يوم ليه اشراف معين، ان احنا المواهب دي إيه لو في تمام تمام. طيب هطلب من حضرتك، يعني الطلبه الموجوده معايا هم كانوا طلبه لدى حضرتك، هطلب من حضرتك نصيحه توجهها ليهم. والله النصيحه اللي بقولها لهم ان شاء الله ربنا يبارك في الصراط، اول حاجه لازم ننمي الموهبه بتاعتنا، عدم اهمال الموهبه. كمان ان انا ايه فتره المحاضرات بتعمل على تحسين الموهبه. كمان برضو ايه في حاجه اسمها ايه دعم التقليد المفيد. يعني انا لما اقلد اي حد دي مش مشكله خالص، بجد بيضحك على اتقان الاداء. يعني عندنا عمر بيقلد كبار الكبار، ودي حاجة جميلة خالص. شكرا لحضرتك مس عزة جلال على وجودك معانا، وكيلة مدرسة الشهيد أحمد الشواد في الإعدادية بكفر شاويش فؤوس شرقية. وبالمناسبة كفر شاويش دي بلدي، ولدي كل الفخر إن أنا بنتمي لهذه البلد. بشكر عمر خليفة وبشكر آلاء السيد شواد على وجودكم معايا. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا لا يسعني إلا شكر حضراتكم على طيب المشاهدة، وإن شاء الله نلتقي على خير السبت القادم. دمتم في أمان الله.